37 tahun berkhidmat untuk umat. Dalam rangka milad 37 tahun Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Cakapermai sebagai pelopor Sekolah Islam Al-Azhar di Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.